رباعية، رباعية المحلة، حلم على نهر، حجرة فوق سطح، حجرة فوق سطح، وقمر الشتاء، وعطر قديم. ماذا تمثل لك هذه الرباعية؟ وإزاي عبرت عن حضرتك؟ وليه لغاية النهاردة كل من يقرأ لك يصفك بأنك من أكثر من لمس أو لعب على وتر المواطن البسيط؟ أيوة. وحس بيه وحس بالمواطن الشقيان اللي بيتعب، وقلت إنه الانتصار للفقراء هو أهم غاية لأدبي. أيوه. شوفي حضرتك، زي ما كلنا عارفين كل كاتب جماعته المغمورة اللي بيكتب عنها. الكاتب لو كتب في غير عالمه يبقى كأنه احتل بيتا غير بيته. الكاتب اللي لا يمتلك عالمه الخاص جدا، في النهاية ماذا سيكتب؟ أنا في المحلة كنت قريبا جدا من المهمشين، وهي مدينة غريبة جدا لأنها مدينة العمال والفلاحين. صحيح. يعني كل أهلها كانوا فلاحين. لما اتعملت مصانع الغزل والنسيج اللي أسسها الكبير طلعت حرب، حصل أن عمال كانوا بيجروا من القرى ومن الأرياف وكذا، لأن المحلوية رفضوا أنهم يشتغلوا في الشركة لأن هم كان عندهم أنوال وكان عندهم نولي لا ده وده، فحسوا أنه ده تغول على بالزبط. صناعتهم هم بالظبط وبيئتهم هم بالظبط، ولكن المكن أطاح بيهم. التاريخ بيقول كده، التقدم بيقول كده، بس دي سنة الحياة يا فندم. ما هم أنا بقول كده، ما أنا بقول لحضرتك ودي سنة الحياة. صح. والحداثة كده، يعني مش ممكن أصر على العمل بشكل بدائي أو العمل بشكل صحيح غير متحضر ولا صحيح. يواكب التكنولوجيا الحديثة. صحيح. فأنا يعني علاقتي بالمدينة علاقة وطيدة جدا، فكتبت حلم على نهر، حلم سيد بأن يبني بأن يخرج من الأزقة ورائحة الصنان ورائحة الصباغة إلى الخلاء فيبني بيتا على نهر. وبيحلم هو بقى ابن أحلام طلعت حرب، بقى يحلم بشوارع وبقى يحلم بمدن وبقى والتحضر والتحضر. في لغاية ما الابن ده البيت اللي على النهر ده في الآخر بيبقى مجرد بيت جنب بيوت كتيرة منكفئة على بعضها البعض، كلها أحلام لم تحقق طبعا، ومجاري في الشوارع. لماذا لم تحقق هذه الأحلام يا أستاذ جار؟ لأنه في أسباب كتيرة، في أسباب سياسية وفي أسباب اقتصادية وفي أسباب عالمية حتى. يعني إحنا في فترة عبد الناصر وهذه الأحلام، أنا من هذا الجيل اللي كان بينتظر السد العالي وشاف تحقق السد العالي والمصانع الحربية وتأميم القناة وتوزيع الأراضي الإقطاع على الشعب. طبعا هذا لم يرق للاستعمار العالمي، فضربنا في 67 وضربنا في صناعتنا في مقتل الحقيقة. طبعا 67 بتبدأ رواية حجرة فوق سطح، هنا خلص الحلم اللي فوق النهر. خلص حلم، وهو كان شايف ان في هيتنفس الحياة وحيفرح بالنهر وحيفرح بالأشجار وحيفرح بالجنينة الصغيرة اللي عملها قدام بيتهم. ممكن حد هنا يناقش حضرتك ويقول لك طب ليه وحضرتك بتكتب الرواية دي ما فكرتش انك تلتف وتروح لحتة زرع امل تديله امل؟ ما هو بيحلم، والحلم ده حق مشروع لكل انسان. ايوه. ربما للظروف اللي حضرتك ذكرتها، سياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية كمان،
في النهاية فشل في تحقيق هذا الحلم. صحيح. لكن يبقى الأمل موجودا. حصل. هل زرعت الأمل ده؟ طبعا. فابن جابر، ابن جابر بيطلع حاملا هذا الحلم وهذه الكتب يعني التراثية، كتب عنترة بن شداد وفيروز شاه وألف ليلة وليلة وكل تراث الأب حمله على ظهره، وكان يحاول مواصلة تحقيق هذا الحلم. ولكن يعني بعد نكسة 67 بيحصل انه جماعات الاولاد المثقفين اللي كان منهم جابر الى اخره، دول بيبقى لهم احلام اخرى واحلام مختلفه، لانه بي 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 بينتهي الحلم عند حافه النهر اللي بيتردم، وبتبدا في قمر الشتاء المحاولات بقى يعني في زمن السادات تحول، تغير وجه مدينة المحل، واخد بالك؟ هو هي جزء من الوطن، هي مش بعيدة عن الوطن طبعا، ولكن تغير الوجه ده، بقى في زمن البلاستيك وزمن بالات الهدوم والملابس اللي جايه من بورسعيد، وزمن في زمن الانفتاح الاقتصادي. حتى الصهريج اللي كان يعني منور مدينه المحله وتشوفيه من اي مكان، واللي كتب عنه عباس احمد في روايه البلد، يعني عباس احمد البلد هي المحله عند عباس احمد. محظوظه المحله يا فندم بحب حضراتكم وهذه الروح من الانتماء ليها، حقيقي محظوظه. ما هو سر نجاح ادبنا العظيم نجيب محفوظ، ان هو له عالمه حارات القاهره بين القصرين واسر الشوق والجماليه ونشأته في القاهره، نشأته هو ما راحش بقى كتب عن قريه كذا بالظبط، ولا راح كتب عن الفلاحين، لانه هو كتب عن العالم الذي يعرفه وحوله الى عالم، يعني العالم كله يعني يعني زؤال مداء عباس الحلو وحميده مش كده؟ دي اتعملت فيلم مكسيكي، والراجل خد جائزة نوبل، وصل بهذه الشوارع وهذه الحارات إلى العالمية. وهو ده اللي لازم نتعلمه، أن تكون أنت، أن يكون لك عالمك، أن تكون لك عندك جماعتك المغمورة التي تدافع عنها. فوصلنا إلى قمر الشتاء. من قمر الشتاء كيف وصلنا إلى عطر قديم، ولماذا كان العطر قديم؟ أيوة ده سؤال والله يا أستاذة. والله ده سؤال، لأنه جابر في عطر قديم بيبدأ كل ما يشغله هو هذا الذي مضى والذي رحل، النهر والأب والأم وحتى الأحاسيس الثورية والتطلعات والأحلام الرومانسية، كل ده بيرحل لا يترك إلا عطره فعلا القديم. من الأصل، من الأصالة، من الجذور، من الجذور. أيوه لأنه لا تتخيلي كيف يعني انت يبقى بتمسكي بحلم وتفضلي تكافحي وتنضلي من اجله، وبعدين بيذهب سدى. ما اقدرش ما اربطش الاحاسيس والافكار والكلام العبقري اللي موجود في هذه الروايات يا فندم، وهذا التعبير عن روح الانتماء وجذور الوطن وانتمائنا لهذا الوطن اللي هو بالنسبه لحضرتك المحله بكل ما فيها، ما اقدرش ما اربطوش